السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في مطبخ آلاء هنعمل مع بعض الفراخ او الدجاج بطريقة جميلة جدا، طعمها خرافة. ومش هنحمرها بالطريقة التقليدية بتاعتنا، هنحمرها بطريقة جديدة وسهلة. يلا نعمل الوصفة مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة علشان توصل لكم كل وصفاتي، ولايك للفيديو، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في وصفة النهاردة. يلا نبدأ الوصفة مع بعض. اول حاجه هنعملها زي ما احنا متعودين، هنغسل الفراخ بتاعتنا كويس جدا بالميه والملح والليمون، وبعد كده هنبدا نجهز لوصفتنا. هنقطع بصله كبيره شرايح، هنضيف عليها معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه صغيره ملح، وهنخلطهم كلهم مع بعض. وبعد كده هنضيف الفراخ بتاعتنا وهنتبلها كويس جدا بالبصل والملح والفلفل الاسمر. دلوقتي هنيجي لمرحلة سلق الفراخ. في الحلة بتاعتنا على النار حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، لأن بتدي للأكل نكهة جميلة جدا، وهضيف عليهم فصين مستكة، والفصين المستكة أول ما ينزلوا في السمنة هيسحوا على طول. وحطيت عليهم كمان 2 حبهان وورقتين لورا وقلبتهم في السمنة، وبعد كده نزلت عليهم بالفراخ والبصل بتاع الخلطة اللي احنا عملناها قبل كده، ورشيت عليهم رشة بسيطة أو صغيرة من جوز الطيب. ايه فايدة جوز الطيب هنا؟ بتدي للفراخ او اللحمة نكهة وطعم جميل جدا. وبس كده هغطيها واسيبها على نار متوسطة مش عالية، اسيبها تنزل كل السوائل اللي فيها لمدة ربع ساعة مع الملاحظة المستمرة طبعا. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي ده شكل الفراخ بعد ربع ساعة، نزلت كل السوائل اللي فيها، انا مضفتش عليها مية خالص. دلوقتي هضيف عليها 4 معالق كبيرة من صلصة الطماطم، وهغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق على نار متوسطة. بعد 10 دقايق هضيف عليها كوباية مية كبيرة لحد ما تغطي الفراخ، واظبط ملحها واسيبها لمدة 1.5 ساعة لحد ما تستوي، لان الفراخ بتاعتي كبيرة فتحتاج وقت كتير علشان تستوي. لو هي صغيرة هتاخد مني 1.25 ساعة طبعا مع الملاحظة الدايمة، وعلى نار متوسطة في الاول، واول ما تغلي ههدي عليها النار علشان تاخد راحتها في السوا خالص. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت، شكلها جميل جدا وريحتها حلوة، والشربة بتاعتها طبعا لونها جميل قوي. دلوقتي هنيجي لمرحلة تحمير الفراخ. انا مش هحمر الفراخ بالطريقه التقليديه بتاعتنا، اني احطها في الزيت والزيت يفضل يطرطش عليا ويلسعني والكلام ده كله، لا. ومش هحتاج كمان القلايه اللي بالكهرباء، احنا هنعمل حاجه سهله وجديده جدا وهتريحك خالص. دلوقتي هنعمل الخلطه اللي هيتحمر بيها الفراخ بتاعتنا. هنجيب معلقتين صلصه جاهزه اي نوع انت بتحبيه، هتحط عليها ربع معلقه زعفران بتجيبيه من عند اي عطار، وهحط عليها نص معلقه ملح ومعلقه كبيره زيت نباتي اي نوع انت بتفضليه طبعا. وهنخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا، وهنجيب الفرشة بتاعتنا وندهن بيها الفراخ من كل جنب زي ما هتشوفوا في الفيديو.
وبعد ما ندهنها كويس هنحطها على صينية وهنولع الشواية وهنحطها في الفرن، مع الملاحظة طبعا وهنحرك كل شوية الصينية بتاعت الفراخ علشان تتحمر من كل جنب. دلوقتي هنيجي لمرحلة عمل لسان العصفور. حطيت شوية زيت عليهم معلقة سمنة بلدي وضفت عليهم لسان العصفور وهفضل اقلب فيه باستمرار ومش هوقف لحد ما ياخد اللون الذهبي زي ما هتشوفوا في الفيديو بالظبط. الرغاوي اللي موجودة دي سببها طبعا السمنة البلدي اللي بستخدمها، واول ما لسان العصفور يبقى لونه ذهبي هضيف عليه الشوربة بتاعتنا وهسيبه لمدة 5 دقايق مع الملاحظة وعلى نار هادية لحد ما يستوي. هعرف منين انه مستوى ان هدوقه، ولو محتاج انه يستوي كمان هسيبه على نار هادية. يفضل انك تعملي لسان العصفور قبل الاكل مباشره، يعني لو انت قصادك هتقدمي الاكل في 5 دقايق تعملي لسان العصفور في 5 دقايق دول وبس، يبقى كده جاهز على التقديم. ودي النتيجة النهائية، وده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. شكلها حلو قوي وطعمها ان شاء الله يكون تحفة، جربوها بجد طعمها هيبقى خرافة. وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت. ياريت متنسوش تعملين لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي، واكتبوا ليا في التعليقات ايه رأيكم في وصفة النهاردة وصحة لقلكم.